السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كملاح وتكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم كما راكم تشوفوا بعثوا لي هذا المنتج قلت نسيه معكم، راح نحضر لكم اليوم هذه الشوربه ونعطيكم رايي الشخصي فيه بكل صراحه. اول حاجه كاين ثلاثه انواع، ثلاثه اذواق، كاين هذا الذوق تاع شوربه الشوفان، وكاين حساء الشوفان بالارز، وكاين حساء الشوفان بالعدس. انا حنسي هذا لاني بزاف نحب العدس، لذلك قررت نسي هذا. كما راكم تشوفوا العلبه فيها 200 غرام وتقدر توكل حتى ل 12 عبد، وكي تدوروها كما راكم تلاحظوا الوصفه لي زانغغيديون كامل المكونات راهم مكتوبين بالعربيه ومكتوبين بالفرنسي، يعطيكم حتى مقادير مضبوطه تقدروا تسيوها في داركم بكل سهوله. وديجا هي شوربة سهلة التحضير، وان بليس طبيعية ناتشورال 100%. ان شاء الله حنجربها ونعطيكم رأيي الشخصي فيها، ونعطيكم ان شاء الله مقادير مضبوطة. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم ونجوزو ديريكت للوصفة. بالنسبة لحساء الشوفان بالعدس ننسحقو حبة تاع طوماطيش تكون كبيرة، حبة تاع البصل، حبة تاع البطاطا، حبة تاع الفت تكون صغيره، زوج حبات زروديه، وحبات على القرعه. هادو كامل قطعوهم مكعبات. عندنا نص در تاع الدجاج، زوج وريقات تاع الكرافس، فلفل الكحل، والشوربه سريعه التحضير. مغرفه تاع طوماطيش، 5 سنين تاع الثوم، الملح، العكري، راس الحانوت، شويه تاع كمون، كركم، والزنجبيل. كما نعرفوا العدس يحب الكمون. اول حاجه درت 4 مغارف تاع الزيت، حطيت البصل المقطع مكعبات مع الدجاج والكرافس باش يعطينا هذيك البنه، وفي نفس الوقت البصل تاعنا يتكراميليزا ويدبل، والدجاج يمد لنا هذيك البنه البنينه. نحاول نخليهم يتقلاو حوالي 2 دقائق فقط، قسمه هذاك الدجاج يدخل له الطياب والبصل يدبل. هنايا بعد ما دبلنا البصل والدجاج والكرافس كما كنتو تشوفوا، مباشره نحط جميع الخضره اللي عندي. يفضل نديرو حبيبه حبيبه ما نكتروش هكا باش ما تجيناش ثقيله. وزروديه الا كانت كبيره يعني حبه تكون كبيره هكا ديروا غير حبه بزاف. نحط جميع الخضره، نحط عليها لي زيبيز، وانا الثوم كيما راكم تشوفوا خليته هكذاك سنينات سنينات، ما حبيتش يعني نقطعه ولا هكا باش يطلق واحد البنه تجي هايله. نحاول نقلبهم نخلطهم مليح هنايا باش يعني باش الحساء تاعكم يجيكم بنين. حاولوا تخلوها حوالي 15 دقيقه وهذيك الخضره تدبل. كيما راكم تشوفوا هنا راهو دخلها نص طياب. بعد ما يدخلها نص طياب حطيت ريتلا ونص تاع الماء يكون سخون يغلي، ونغطي عليها ونخليها تكمل الطيب. من بعد المرحله الثانيه هنايا هما كتبوا من 4 مغارف ل6 مغارف، لكن انا درت غير 2 مغارف، جاتني هايله وجاتني ما شاء الله وجاتني ثقيله. يعني انا كيما تعرفوا العائله تاعي صغيره، نتوما على حسب العائله، اذا درتوا 2 مغارف راح توكل لكم يعني حتى ل5 عيبات. لازم نفتحوها بالماء البارد، حوالي ضفت كاس تاع ماء بارد يكون كبير، يعني الماء من العين ولا ماشي سخون، المهم ماشي سخون، ونحركها مليح مليح حتى نتخلص من هذوك الحبيبات بهذا الشكل. كي تحصلوا على هذه النتيجه خلوها على جنب على جنب. نجو هنا بعد ما طاب ودخلوا طياب مليح، نحي كامل هذاك الدجاج. اللي تحب تنحي الكرافس الا كنتي درتي كميه كبيره تاع الكرافس تقدري تنحيه، كما انا درت غير 2 وريقات ما حبيتش نحيهم، قلت نخليهم باش يطلقوا البنه. وإذا شفتوا الحساء تاعكم يعني الخضره مع الماء يعني نشفت تقدروا تزيدوا 2 كيسان ولا 3 كيسان تاع الماء باش يكونوا سخونين. نرحي كامل الخضره تاعي، هذا هو الشكل، شوفوا كيفاش جات هنايا. فتت كامل هذاك الدجاج، حاولوا ترحوها مليح. من بعد نحط هذاك الخليط تاع الشوفان والعدس، نحطو تدريجيا، يفضل يكون على النار، ونقعد نحرك فيه هكا باش ما يتعجلناش ما يشكلناش كامل حبيبات ويجينا الشكل تاعو ملاح. دوك نشوفو النتيجه مع بعض. مباشره نخلطو مليح مليح، من بعد نحط الدجاج تاعي كامل،
ونعاود نرده فوق الفرن. انا خليته حوالي 10 دقائق وقاعده غير نحرك فيه مع التحريك المستمر هكذا باش ما يجيكمش يعني فيه حبيبات. وهذا هو الشكل النهائي تاعو بعد ما طاب. واش نقول لكم، اللي ما فات كل الشوربه يعني شوربه العدس في المطاعم التركيه ولا كلتها في تركيا ولا، يعطيكم نفس البنه صراحه بنين، يعني انا عجبني. وهذا هو الشكل النهائي تاعو، يعني كيما العدس كيما نطيبوه حيعطيكم نفس هذيك البنه، وجا خفيف جا ما شاء الله. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم، ولا فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.